صباح الخير لكل مشاهدينا، يسعد صباحك رشا. صباح الخير يا سلمى، يسعد صباحك وصباح الالوان الحلوه. اليوم هيك متفقين بالسهر، اليوم نود الالوان الصيفيه. هلا اليوم سلمى حقت الدلال، بدنا نقول لك هابي بيرثدي سلمى، ينعاد عليك وانت بألف خير يا رب والصحه. دائما هيك بنقول ان شاء الله يا رب تكون هاي السنه اللي جاي خير عليك ان شاء الله يا رب. شكرا هيك لكم اليوم من الصبح حطيتوني هيك فرحه وطاقه ايجابيه ونحن عم نحضر. ولكل طبعا اكيد كمان بالكنترول مخرجتنا تالا، واكيد البروديوسر رامي اللي كان هيك لهم اثر اليوم الصبح بصباحنا. يسعد صباحكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم تحضرونا، نهار جديد ان شاء الله يا رب يكون هذا النهار احسن وفي كثير من الانجازات. طبعا نحن مبارح واليوم وبعده عطله، ان شاء الله هيك هيكون هاي الايام هيك رايقه. عم نودع الصيفيه مثل ما بنقول بشهر ايلول، ونسيم بدا مثل ما بيقولوا نسيم الشتاء، والناس بلشت تحس شوي. نحن هالصيفيه كان كثير قاسيه، مرتفعات جويه كانت قاسيه، مع خدمات جدا متاحه، فهي الايام شوي اجواء لطيفه. ان شاء الله يكون خير على الجميع ويسعد صباحك يا رب كتير. يا سلمى تحمي الايام الجاي خير لنا ولا اليك، وهابي بيرثدي مره ثانيه لك يا سلمى. صباح الخير لكل حدا مرافقنا بصباحنا لليوم. مشوارنا الصباحي بلش، وامنياتنا امنيات سوريين اليوم كلها وحده بالفرج والخير، وإن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل على جميع المستويات. خلونا نبلش هذا الصباح ونقول كلمة يا رب، ومثل العادة ضيوفنا من مجالات مختلفة وأخبار أهلينا بالمحافظات السورية ضمن التقارير، ولكن فاصل وخلونا نبلش. اليوم 28 أيلول، كثير من الأحداث مرت بتاريخ هذا اليوم. قراءة سريعة لذاكرة الأيام. بمثل هاليوم من عام 1542، المستكشف البرتغالي غوريو دريغيز كابريو يصل إلى سان دييغو في كاليفورنيا. وبعام 1567 كوندي يغزو قلعة مونسوبري من أجل إلقاء القبض على تشارلز التاسع ملك فرنسا. وبعام 2015 ظاهرة خسوف القمر الدامي تشاهد في أغلب أقطار إفريقيا وأوروبا وأمريكا وغرب آسيا. من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1571 كارفاجيو، رسام إيطالي. ومن الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1895 لويس باستور، عالم أحياء دقيقة وكيمياء وفيزياء فرنسي. الشائع بأن الشوكولا تعد أحد أسباب ظهور حب الشباب، فهل تعلم أنه ومن الممكن بعكس المعتقد الشوكولا لا تكون لها علاقة بظهور حب الشباب؟ وهل تعلم أيضاً من فوائد الشوكولا بأنه تناول الشوكولا الداكنة يومياً يقلل من مخاطر أمراض القلب بنسبة الثلث؟ معلومتنا الثانية عن السوشيال ميديا يلي صارت مساحة للتعليق وأبداء الرأي، ولكن يبدو أن الدراسات الاجتماعية بتأكد العكس. فهل تعلم بأن عدم التعليق وأبداء الآراء الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي هي من العلامات البارزة على النضوج الفكري؟ معلومتنا الثانية عن الفطر اللي يعد أحد المكونات الأساسية اللي بتدخل بعدد من الأغذية ومنها البيتزا، ولكن هل تعلم بأن الفطر يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة اللي بتساعد على التخلص من الجذور الحرة، وهو نوع من المواد الكيميائية التي من الممكن أن تضر بخلايا جسم الإنسان وبالتالي ممكن التخلص منها، وأيضاً مكافحة السرطان؟ آخر معلومة لليوم بهل تعلم عن القهوة الصباحية اللي تعتبر جزء من أسلوب الحياة اليومي عند الكتار، فهل تعلم بأن فنجان القهوة الصباحي يعمل على تحفيز الدهون البنية اللي بتساعد الجسم على حرق السعرات الحرارية لتمنح الجسم الطاقة؟
وبأول مساحاتنا حنروح للمساحة الطبية، ونحن على أبواب الشهر العاشر سلمى، وتعودنا بكل سنة بهذا الشهر هو الشهر الوردي. صحيح. للكشف المبكر عن سرطان الثدي، قد اليوم مهم التوعية والكشف الدوري بكل سنة؟ أكيد رشا، ويمكن خلال السنوات الماضية بالذات وحملات التوعية اللي انتشرت بشكل كبير ساهمت بتخفيف طبعا خليني أقول الإصابات، أنه هي تتخطى المرحلة الأولى بسبب الكشف المبكر، لأنه له كتير أهمية. ودائما عم بيكون الشهر يعني من شهر عشرة في حملات موجودة. صحيح. بكل الدوائر الصحة وغيرها وبالشوارع لحتى تساعد السيدات أنه يكتشفوا مبكرا، خصوصا نحن بنقول أنه هو الأكثر يعني مرض صامت، مو بس هيك الأكثر يعني مساعدة، بيساعد لما بتكتشفيه لأنه الكتلة غالبا بتكون خارج الجزم، فممكن أنه يتم استئصال الثدي وينعمل جراحة ترميمية. أكيد سلمى، ودائما نحن من خلال أطبائنا بنقول أنه هذا المرض هو مرض صامت، فهذا الكشف المبكر قدي حيوفر اليوم مرحلة علاج، وإن كان على المريض وإن كان على حتى الحكيم اللي متابع الحالة. رح نحكي أكثر عن هذا الشهر وعن أهميته، وضيفنا لليوم هو الدكتور أكرم الأحمر، أخصائي في الجراحة والأمراض النسائية ومعالجة العقم. يسعد صباحك حكيم، وأهلا وسهلا بحضرتك. يا صباح الفل سيدتي، هلا. يسعد صباحك دكتور، صباح أهلا وسهلا فيك. هلأ. خلينا بالبداية نبلش نحكي عن تشريح الثدي قبل ما ندخل بنوعية الأورام اللي ممكن تكون موجودة وأنواع الكتل. سيدتي، أولا المقدمة اللي ذكرته عن الكشف المبكر يمكن بيتهيأ لي هو بالإضافة لاكتشافات الطبية الكبرى اللي عم بتصير، مثل مثلا ستيم سيلز الخلايا الجذعية، اكتشاف الأجهزة التشخيص بلا بلا بلا، فكرة بقى الكشف المبكر هي بيتهيأ لي من أهم الأفكار اللي صارت بتاريخ البشر بآخر 50 سنة. بمعنى مثل ما البشرية اكتشفت البنسلين اللي هو أول أنتيبايوتيك مضاد حيوي عبر التاريخ وغير مجرى حياة البشرية، كما فكرة الكشف المبكر للأسباب اللي ذكرتوها حضرتكم. فلذلك أنا قبل ما أقول تشريح الثدي بدي بس أقول معلومة بسيطة إذا سمحتوا، باعتبار إحنا كشف مبكر عن سرطان الثدي، هي عنوان حلقتنا هلأ. أي كتلة بالثدي سرطانية لتصير قطرة سنتيمتر واحد بدها 5 سنوات، أما لتكون بقى صارت سنتي وبدها تصير 2 سنتي ممكن تحتاج فقط 2 سنين. فلذلك انه عندنا 5 سنوات، وهذا يعني هالفارق سنتي وخمس سنوات نتذكرهم، 1.5 سنتي بدها 5 سنوات. اذا عملنا كشف مبكر كل 2 مرة فمعناته نحن عندنا فرصه لكشف هذا السرطان بهي المرحله يلي تؤدي انه نسبه الشفاء تكاد تكون تامة وكأنه لم يوجد. صحيح. فلذلك فكرة الكشف المبكر هي إنجاز للبشرية، وبتشكركم كتير كإعلام أنه عم نضوي على هالنقطة. هلأ إذا بدي أرجع لتشريح الثدي ببساطة، تشريح الثدي هو يتألف من فصيصات تفرز الحليب وأقنية تؤدي بالحليب لحلمة الثدي، لأنه هذا كله له علاقة بالأعراض ممكن تشوفها. صح. السيدة أو البنت، والنسيج الضام يعني هو مثل يلي هو بيخلي القصص التشريحية اللي حكيتها تكون بمكانها، يعني نسج داعمي. سرطان الثدي ممكن ينشأ على حساب أي مكون من هالمكونات الثلاثة، هذا هو التشريح الثدي. طبعا لما بدي أقول بقى هذا التشريح النسجي، التركيبة النسجية، هلأ لما بدي أقول بقى الثدي اللي التركيب تبعه، لأنه هذا بده يساعدنا كيف نفهم الكشف المبكر بأحد وسائله هلأ بدنا نحكيها طبعا، يلي هو أنه الثدي كتلة تقريبا شبه مدورة بغض النظر عن اختلاف الشكل بالحامل برا الحامل مع العمر قبل الدورة بعد الدورة بلا 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 بعد الأدوية، أنه كتلة مدورة من قسمها لأربع أقسام، المركز هو حلمة الثدي. طيب حكيم، خلينا نروح هيك لأنواع الكتل. اليوم كثير من الصبايا بيتخوفوا، يعني دائما بتقولوا أنتوا أنه بالملمس ممكن تبين، بالفحص يعني التصوير كمان بتبين. اليوم وقت بنقول كتلة ما بين الخبيثة والسليمة وأنواع الكتلة، اليوم كيف عم يكون التفرقة بيناتهم؟ تعالوا نتفق على كلمة سواء أنا وياك. يلا تمام، اتفقنا. سيدتي، المطلوب بس من أي أنثى بنت أو ست إنه في حال وجود كتلة عندها بالثدي هي بس تعرف إنه في كتلة.
نخلي الباقي بقى للدكتور تبعها. لا ولحسن الحظ طبعا بدي اقول معلومه يعني غليظه بالبدايه بس بعدين مفرحه، انه سرطان الثدي هو السرطان القاتل الثاني عند النساء بعد سرطان الرئه. تمام. هلا الشيء المفرح اللي بدي اقوله بهي المعلومه انه ما في لحسن الحظ ازدياد بنسب الاصابه بسرطان الثدي، انما في ازدياد بنسب الكشف عن سرطان الثدي. هي نقطة جدا هامة. طبعا هلا وجود كتل، في عنا كتل سليمة ما حكيناها وهي لحسن الحظ هي الغالبة، داء غدي ليفي، داء كيسي، داء مائية، ممكن ليبوم المائية، بس المائية مقصود فيها كيسية وليس كيسة مائية مثل بتطلع على الكبد أو شيء تبع كيسات القطط أو الكلاب، مشان نوضحها تماما انه المائية يعني هي كيسية محتواها مصلي. اوكي. وفي عنا بقى غدي ليفي، هي كلياتها آفات سليمة ممكن تشاهد بكل الأعمار وبأعمار صغيرة كتير، حتى بالعشرين سنة منشوفها بهي الشريحة اللي نحن ما منشوف فيها سرطان الثدي. تمام. يعني بمعنى أنه سرطان الثدي هو العمر تبعه من 55 سنة هو طالع، 10% فقط يلي يصيب بأعمار 40-45 سنة. إلا ببعض الحالات هي بدها تمرق معنا هلا، يلي بنسميها الريسك فاكتورز، عوامل الخطورة، وجود قصة مورثية وليس وراثية، أرجو الانتباه، مورثية هلا بوضحها، أو قصة جين تماما، أو قصة فاميلي هيستوري، قصة عائلية هلا بنوضحها. فإذا أغلب الكتل لحسن الحظ هي سليمة، هو المطلوب مثل ما قلت من الأنثى تعرف في كتلة وتروح لعند دكتورة فقط لا غير، وهو بقتها بحط البروسيس التشخيصي المناسب لها وبحط لها خطة العلاج. وأغلبهم بالمناسبة هي الكتلة بنشوفها كتير بعياداتنا عند الصبايا وجاي خايفة ومرعوبة وعم تبكي وهيك. أوكي. ما قبل التطور حكيم هدول الكتل فيما بعد 99%. لا ورح أقول معلومة خارج السياق معلش 30 ثانية، إنه غالبا لما بنوصف لهم العلاج الأساسي، لأن خاصة إذا كانت مؤلمة شوي ممكن نوصف مثلا حب تنظيم الدورة أو حب مناع الحمل، بنقول لهم لا تخافوا من هذا العلاج، إنه يجي يقلب هالآفات السليمة هي أو الكتل السليمة لآفات خبيثة، بل على العكس بنسبة 60% إذا كان في عنا احتمال واحدة منهم تقلب لخباثة هو بيمنعها تقلب لخباثة أو بيأخرها 10-15 سنة. أكيد. فبتكون تم لهيك اكتشافة. أنا كنت بدي أسألك دكتور، عادة كتير بمجتمعاتنا بيخافوا من وسائل الكشف المبكر ووسائل العلاج. نعم. صورة قديمة نمطية موجودة، لهيك نحن دائما بنحاول نرجع نذكر بأهمية الكشف المبكر. مو إذا طلب منك صورة ماموغراف معناته أنه هي الصورة رح تسبب لك سرطان، لا لا. أو إذا في عندك كتلة مقدار الأشعة فيها. تماما. نحن حكينا سابقا بس معلش ممكن نعيد سريعا عن وسائل الكشف اللي هي غير المنزلية اللي صارت معروفة، أنه الصبية كيف ممكن أو الست تتحسس بقلب البيت الثدي لحتى يبين إذا عنده شيء أو لا. في عنا وسائل هلأ موجودة وصارت موجودة بالعيادات وعم تقدم مجانا خلال الشهر الوردي اللي هي الماموغرام وصور أخرى الإيكو. خلينا نقول لمين تستخدم، شو السن، وهل هي مؤذية أو لا. تمام. سيدتي الكشف المبكر رح نمر عليهم بسرعة، مثل ما ذكرتي حضرتك أنه الكشف المنزلي بالشهر مرة بعد الحمام، قبل الدورة بـ4-5 أيام لا، وبعد الدورة بيومين لا، الفترة الباقية إيه، لأنه بيكون ممكن يكون الثدي محتقن. صحيح. فبتختلط عليها الأمور. نعرف أنه بالإيد اليمنى تفحص الثدي الأيسر وبالإيد اليسرى تفحص الثدي الأيمن. مثل ما ذكرنا قبل شوي تشريح الثدي الحلمي بالمركز ممكن تأخذه بشكل دوائر حوالين الحلمي، دائرة دائرة، أوسع أوسع، أو أنه أرباع مثل ما قلنا، كل ربع بتجسه لحاله، وبعدين بإيد اليمنى بتمد إيد اليمنى على القبط الأيسر بتتحسسه، وباليد اليسرى على القبط الأيمن. أوكي. هي الفحص الذاتي هذا كل شهر مرة، كل سنة مرة عند الطبيب للشريحة العمرية يلي تحت الأربعين، كل سنة مرة عند الطبيب. تمام. هلا بده يطلع معنا شرائح تانية اللي بدها تقل فيها هي الفترات. بعد الطبيب وقتها هون ممكن نطلب، مو لانه اذا كان في عنا آفة سليمة مثل ما ذكرتي سألتيني حضرتك قبل شوي، منقوم بس هي بنطلب لها الايكو والمامو. طيب خلينا نوضح لسؤال حضرتك. الايكو هو عبارة عن امواج صو، يعني التراساوند، يلي مثل نعملها للرحم نفس الآلية تماما. فإذا هي غير ضارة وغير راضة على الإطلاق الإيكو.
المامو هو صورة أشعة، مقدار الأشعة محسوب، لا بيأذي ولا أبداً ما له أي ضرر، غير أنه التخوف اللي بنسمعه كتير من مريضاتنا أنه يعليها الصورة بتوجع كتير، بدي يشد على الجهاز ويضغط على صدري. منقول لهم 20% اللي ممكن يكون مؤلم بس لأنه عم تشد عم تضغط على الجهاز مشان تطلع الصورة دقيقة، وخاصة أصحاب الأثداء الكبيرة هذا ممكن يكون مؤلم. منقول لهم إذا كل هالقد عندكم خوف وترقب من الألم، خذوا حبتين سايتامول قبل ساعة ساعة ونص ما تجوا تعملوا الصورة فقط لا غير. هذا هو يلي ممكن يكون عائق انه الست او البنت تتأخر نروح تعمل صورة الايكو اللي قلنا غير التراساوند ولا الماموغرافي اللي هو صورة أشعة. غير هيك ما في اي مانع على الاطلاق الا درجة الوعي تبعنا تتطور ونصير نلجأ لهذا الإجراء. هلأ إلنا فحص ذاتي، إلنا فحص عند الطبيب كل سنة مرة. نرجع بقى للشريحة العمرية. هلأ مثلاً لغاية 40 ممكن نقول كل سنتين مرة بتعمل صورة إيكو مامو. أوكي؟ فوق 40 ممكن أو 45 ممكن نكون كل سنة مرة. نجي بقى لشرائح أخرى يلي هن هدول هاي ريسك. أوكي؟ يعني وحدة عندها قصة عائلية، عندها قصة عائلية أخت أو أم، هي قرابة درجة أولى، هي من قلها كل 6 شهور مرة ممكن تعملها إذا فوق 30 سنة. طيب إذا عندها قصة لقرابة درجة تانية ممكن كل سنة بدل كل سنتين. هلأ اللي كانوا كل سنة بصيروا كل 6 شهور مثل ما حكينا. بأي عمر حكيم؟ على حسب الشريحة، أنا فوق 40 وتحت 40 سنة. يعني هلأ إذا وحدة عندها أختها مصابة بسرطان الثدي، من عمر 25 سنة بلش نعمل لها هاي الصورة ومنركز على فحصة بدل كل سنة عند الطبيب مرة كل 6 شهور. هي بدل كل شهر مرة بالحمام كل 15 يوم. يعني منصير منقلل المسافات وزيارات الأطباء طبعا مشان نرصدها من أول، لأنه هون في عامل مؤهب يلي هو وجود الفاميلي هيستوري، القصة العائلية. طيب هلأ في عنا شيء تاني سيدتي يلي هو العامل الجين يلي حكيتي لي عنه حضرتك، المورثي يلي هو براك 1 وبراك 2. أكبر مثال عليه أنه هذا الحقيقة هون نسبة إصابتهم تكون عالية، حوالي 50% يلي عندها خلل مورثي براك 1 وبراك 2 اثنين سوا مع بعضهم، حوالي 50% ممكن تعرض لإصابة بسرطان الثدي. فلذلك هلا صار في توجه انه يستأصلوا الثدي مبكرا بشكل وقائي، الثديين يستأصلوا الثدي مبكرا بشكل وقائي مثل ما عملت انجلينا جولي. وكثير هلا عم نسمعها عم تنطرح من مريضاتنا انه دكتور انا شو بدي اعمل لاعرف اذا انا ممكن وهيك، يعني وهذا بده دراسه طبعا عند دكتور اخصائي مورثات. طيب هلا اللي متعرضه لاشعه باي سبب من الاسباب، هي عندها احتمال اصابه بسرطان الثدي اكثر. بنرجع انه للوسائل المبكره يلي بنمشي فيها، يلي عندها يعني نمط حياتها نون هيلثي، دخان كثير، ما بتلعب رياضه، بلا بلا بلا، بعض انواع الاكل، هدول كمان ممكن نحطهم تحت يعني مو هاي ريسك لانه لو ريسك، بس انه بدهم تدبير ادق شوي اكثر. هلا هي الحالات اللي ذكرناها انه بتستدعي انه نلجا للكشف المبكر بدقه، بمعنى كل مريضه لها خطتها بالكشف المبكر بالمراقبه تبعيتها حسب القصه ومثل ما حكينا والاعراض اذا في اعراض موجوده. طيب حكيم قبل ما هيك ننتقل لمحور ثاني، خلينا بس بنفس المحور اليوم. يعني شائع طبيا اليوم انه هذا المرض اذا كان وراثي عم بيكون من جهه الاب او العمات اكثر او لا اليوم؟ لا، الخالات اكثر. في ناس يعني امراض انه من جهتين عم بتكون اي طبعا. طيب قد ايه اليوم دوركم بهذا الشهر مهم وخاصه الناحيه النفسيه حكيم؟ جدا. انا برايي هو يعني كانه فهمت من سؤال حضرتك الناحيه النفسيه يلي بنكتشف عندها شيء عندهم اصابه. انا برايي مو بس هام جدا الموضوع. رايي انا انه تاثيرنا نحن وانتو كاطباء وكجسم اعلامي، تاثيرنا على تشكيل وعي متراكم عموديا وافقيا بين الناس لحتى نقدر نوصل لانه كلياتنا نروح نعمل كشف مبكر. يلي خايفة تشجع أختها أو رفيقتها، الدكتور يعطي وقت زيادة دقيقتين لمريضته بيكون مضغوط بعيادته بلا بلا بلا، أنه يوعيها أكثر، يفحصها بدقة أكثر، يعلمها كيف تفحص، يشجعها يعني يعمل هالقفزة هاي. بين أنه وحدة عم تبعد تماما بسبب المخاوف أنه لا يقوم يطلع معي شيء، ليقوم هالفحص بيوجع، يطل بس هالقفزة متى ما طلع منها الطبيب
وانتم الاعلاميين بلشت فيها تلاقيها كرجت لحالها. صحيح. نحن حاولنا دكتور يعني من خلال كمان استعراض نماذج الناجيات او السيدات المتعافيات اللي قدموا نصائح حقيقيه من تجربتهم اللي هي بتكون اقدر عن مرحله الشفاء ومرحله العلاج. صادقه وبعمق شديد ومعاناه خاصه. ممكن كل حدا له قصه، ممكن طبعا. كل حدا له سن مثل ما انت قلت وله شيء، وبنفس الوقت كمان نحن بدنا نبطل نقول بمجتمعنا هداك المرض. طبعا. هذا مرض مثله مثل اي مرض وبيتم علاجه ونسبه الشفاء فيه يمكن لسه اكثر من غير انواع من السرطانات. أحسن من الرشح. لانه قلنا تمام انه هو اذا بتشفوا باوله احسن من الرشح. يعني السرطان بيتم الشفاء منه، كورونا مثلا في ناس كثير توفت فيها وما قدرنا نعمل لهم شيء رغم كل الاحتياطات. شفنا من زملائنا الاطباء بعام واحد بس حصد ملايين الملايين من الارواح حول العالم. دوره مهم. صح. نفس الشيء يعني. بالسرطان. صح. صح. العالم العامل النفسي واهميه انه انا ما خاف اذا انا عندي طبعا. سرطان ما انتهت الدنيا. كم يوم بقياني لي ما راح اتعالج فيهم، بدي اعيش على راحتي. هذا الشيء اللي يمكن كثير سيدات بيخافوا منه، انا راح اخسر جزء من انوثتي ان كان بتساقط الشعر اذا انا عملت هذا. اذا وصلنا لمرحلة متقدمه. اما بالمراحل الاولى طيب اسمحوا لي انا طلبت منكم تحت الهوى سيدتي شالي انه باخر دقيقتين انه بدكم بدي اقول نصائح من خلال شيء بدي اقوله، تسمحوا لي اقوله هلا من خلال تجربه شخصيه عميقه جدا الي انا وبانسانه تملك من قلبي مكان لمكان الشرايين بقلبي. ما بدي رح اقول الاسم حفظا على الخصوصيه، انه نحن بيوم وليله مثل هالايام هاي السنه الماضيه بيوم وليله تكتشف وجود يعني كتلة صغيرة بالثدي، تاني يوم بخبر بنعمل إيكو والمامو بيطلع suspected mass، وبرجع بقول للشخص أو شخصة مكانتها بقلبي كل قلبي. فبيطلع تاني يوم إنه suspected mass كتلة مشتبه بها، منشوف دكتور جراح بنفس اليوم يوم خميس. الجمعة صباحا بتكون العملية استئصال قسمي للثدي مع الكتلة كاملة بدون شيء اسمه FNA، هذا يلي هلا بيمرق معنا كأحد أساليب التشخيص، يعني إبرة بيسحب منها خلايا بدون خزعة وبدون frozen section، يعني أنه أثناء العملية بناخذ عينة بنبعثها للباتولوجيست التشريح المرضي بخبرنا إذا خبيثة منكمل، لا إذا ما أنا خبيثة خلاص ننتهي بالإجراء اللي عملناه، انه تم استئصالها كاملة مع قسم من ربع من الثدي. بعد كم يوم تطلع النتيجة انه كانسر سرطانية، الكتلة بتكون حوالي 9 ميلي اقل من سنتي اقل من سنتي. الاسبوع اللي بعده بيتم استئصال قسمي للعقد، بتطلع الحمد لله سليمة. الحقيقة هذا الاسبوع كان اسبوع رعب واسبوع دمار. بس لما طلعت النتائج واكتشفنا من اول ثاني يوم العملية انه هي فقط 9 ميلي حواف نظيفة، الحقيقة كان الرأي انه هون وبغير بلاد بحكم يعني انه تواصلنا مع زملائنا اطباء انه الموضوع ذاتس ات بالفرنسي بوافينال، انه النقطة انتهى فورجيت ات، انسى الموضوع، لا انا بحاجة لا لكيمو ثيرابي ولا راديو ثيرابي ولا معالجة لا شعاعية ولا كيماوية، فقط كمعالجة وقائية هرمون ثيرابي معالجة هرمونية لمدة 5 سنوات حبة كل يوم. بالمقارنة برجع للشيء ذكرناه أنا وحضرتكم إنه الكتلة أقل من سنتي نسبة الشفاء فيها تامة تقريبا بدون معالجة لا كيماوية ولا شعاعية ولا أي شيء على الإطلاق. وهذا بيتميز فيه سرطان الثدي. أرجو اللي عم يسمع شافنا ويخبر يعني هيك إنه أنا اللي حكيته بكل صدق وبكل عمق هو تجربة شخصية جدا 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 مثل هالأيام السنة الماضية، وكانت النتيجة طبعا بفضل من ربنا نتيجة أروع من رائعة. نشكر الله. أكيد. دكتور بس هيك سؤال أخير، ليش دائما في إشاعة طبية أو خلينا نقول معلومة طبية ممكن تكون مغلوطة رح نصححها من حضرتك؟ أنه وقت بيكون في كتلة وبيروحوا لموضوع الخزعة بيقولوا أنه هاي الخزعة ممكن تعمل إذا كان سرطانية انتشار للمرض، هل طبيا صح؟ الحقيقة باليد الخبيرة لا، ما في انتشار المرض. يعني في نسبة اليوم نسبة أنه ينتشر إذا يد مو خبيرة، يد الطبيب مانا خبيرة. أما بالتجهيزات الموجودة تجهيزات جدا بسيطة، هي تروكات يعني بتاخدي عضة من الكتلة وبتسكري عليها وبتطلعي، فمعناته ما بصير في انتشار على الإطلاق.
يعني إجراء جدا بسيط ما بيخوف، فهذا الموضوع لا يخافوا منه. ويلي بتخاف منه لا، معناته خليها تعمل استئصال للكتلة كاملة وانتهى الموضوع، أو استئصال قسمي لربع الثدي إذا كان في شك بنسبة معقولة إنه هي كتلة خبيثة، فمنستأصل وقت الكتلة كاملة مع ربع الثدي. هون قدامنا خيار إنه نأخذ فروزن سكشن، إنه نأخذ هالكتلة هي فورا بنبعثها للتشريح المرضي خلال ثلث ساعة، والمريض على طاولة العمليات بخبرنا بشكل مبدئي في شيء خبيث منكمل بشكل أوسع، ما في شيء خبيث منسكر ونطلع. شكرا نعم. دكتور، اليوم لقاءاتنا حتكرر كونه نحن بالشهر الوردي، وبالصحة والسلامة للجميع. شكرا دكتور أكرم لحضورك. شكرا سيدتي. شكرا لك دكتور. أما هلأ صار الوقت لننتقل لغرفة الأخبار لنتابع آخر المستجدات على الساحة السياسية مع زميلتي شيرين. صباح الخير شيرين. صباح الخير سلمى. صباح الخير رشا. مشاهدينا، موجز لأهم وآخر الأنباء بعد هذا الفاصل. أهلا بكم. أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغة أن بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن ولا سيما الولايات المتحدة تستمر بارتكاب انتهاكات فاضحة بحق سوريا، بينما تحاضر خلال اجتماعات المجلس حول ضرورة احترام الميثاق. وأوضح صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الشأنين السياسي والإنساني في سوريا أن سوريا تواجه منذ سنوات تحديات خطيرة تسبب بها الإرهاب الذي تم تصديره من مناطق مختلفة من العالم، والوجود العسكري غير الشرعي للقوات الأمريكية والتركية، والاعتداءات المتكررة الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه التحديات تمثل انتهاكات سافرة لميثاق الأمم المتحدة ولمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. أكد رئيس معهد العلاقات الدولية التشيكي ياروميل شلاباتا أن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا عنصر مهم لبناء عالم متعدد الأقطاب، واعتبر أن زيارة السيد الرئيس بشار الأسد للصين وضعت سوريا في المكان الذي يجب أن تكون فيه، وهي الشراكة الاستراتيجية بين الصين وسوريا والعمل لبناء عالم جديد متعدد الأقطاب تسوده المساواة والاحترام والعدل. وأعرب عن ثقته بانتصار سوريا النهائي في مواجهة التحديات الإرهابية والاقتصادية وعودتها إلى تاريخها الحضاري المعهود. أكد مركز المصالحة الروسية أن طائرات ما يسمى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة انتهكت بروتوكولات تفادي التصادم 7 مرات في سوريا. وأشار نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كولييت إلى أنه تم تسجيل 7 انتهاكات لبروتوكولات تفادي التصادم بسبب رحلات جوية لطائرات مسيرة أمريكية لم يتم التنسيق معها مع الجانب الروسي. وأوضح أنه في منطقة التنف التي تمر بها الخطوط الجوية الدولية تم تسجيل 6 انتهاكات من قبل 4 مقاتلات F-16 وطائرتين بدون طيار متعددة الأغراض من طراز MQ-1S. وفي خبر الأخير، قالت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش وجه ضربة بصواريخ عالية الدقة ضد مستودعات للأسلحة والذخيرة تابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بمقاطعة خيرسون، وأسفرت الضربة الصاروخية عن انفجار واندلاع النيران في 12 مستودع ذخيرة وتدميرها. وفقا لمعطيات الوزارة التي أشارت في بيانها إلى أن هذه المستودعات كانت تحتوي على أكثر من 3000 طن من الذخيرة والقذائف من مختلف العيارات. ختام الموجز، والآن عودة إليك سلمى. شكرا لك شيري من غرفة الأخبار. سعد صباحكم عن جديد مشاهدينا، لكل مين انضم لنا بمحطاتنا. محطتنا التالية رح نروح فيها للموسيقى للرواق أكيد للغة الروح. قديه نحن بنقول أنه اليوم الموسيقى هي لغة الروح، يمكن هي من أهم الوسائل اللي من خلالها بنقدر نوصل كتير من الرسائل اللي عم نشعر فيها. اليوم الموسيقى هي جزء من ثقافة الإنسان، من ثقافة المجتمع. سلمى، اليوم يعني
بيقولوا لك انه احيانا انا من خلال معزوفه او شيء بقدر اوصل مسج، بقدر احس شيء انا غيري ما عم يقدر يحسه. صحيح، وبتجاوز كل المسافات وكل الحدود. اليوم كلياتنا لما بنسمع اللحن الحلو بنروح لهذا اللحن باي مكان كنا متواجدين فيه بالعالم، وباي وقت قادر لحن صغير انه يوحدنا كلياتنا. اكيد سلمى. اما هلا رح نروح كمان رشا لنحكي اكثر ونتعرف على موهبه خاصه وخصوصا بآلة الناي مع ضيفنا اللي رح نحكي معه عن آلة الناي التراثيه بشكل خاص، محمد عيد، وهو ماستر في الموسيقى ومدرس في معهد اعداد المدرسين. صباح الخير واهلا وسهلا فيك استاذ. صباح الخير واهلا وسهلا بحضرتك. يعني اليوم الناي لحاله رح ترجعنا قصة كاملة بحياة كل حدا فينا. يعني قد ايه اليوم إلى خصوصية بحياتك وحياة الناس؟ يعني بداية وقبل ما نروح لنسمع شيء من حضرتك ونحكي عن الناي بشكل خاص، خلينا نحكي اليوم عن أهمية الموسيقى اليوم بحياة كل شخص فينا وبحياة المجتمع والإنسان. وأكيد الموسيقى إلى تأثير بشكل كثير مباشر على الإنسان، خصوصا على شخصيته وعلى الانفعالات اللي هو بيأديها لما بيسمع هاي الموسيقى. لما نسمع موسيقى هادية يكون رواء، يكون هيك. لما نسمع موسيقى صاخبة ممكن نكون حماسيين، ممكن يعني نستخدم هذا هاي الموسيقى بحركات هيك سريعة، بأداء سريع، نحن بحسب الجو اللي نحن بنكون عايشين فيه بدقة بهذا الموضوع. وأكيد الموسيقى هي إلى هدف، هي التنمية، مثل ما بيحكوا لا يسمو العقل إلا بالروح ولا تسمو الروح إلا بالموسيقى. تماما. فالموسيقى هي اللي بتسعى أنه لا الواحد أنه يسمع ويسعى بعد ما بيكون في شيء عنده عقلاني، بصير في الامور الروحانيه، وهي اهم شيء بالموسيقى، وخصوصا انه نحن عم نعزف هلا على آلة الناي. هي الآلة البسيطه ما بتدخل تأثيرها كثير كبير اليوم. كيف؟ رغم بساطتها ولكن بتوصل صح للروح. تماما، خليك مثل القصب كل ما عدتك بيحن مثل ما بيحن. تماما. بدنا نقول لك هي الجمله، وخصوصا لانه اليوم عم نحكي عن آلة تراثيه وارتبطت بتراثنا بشكل كثير كبير. اكيد. وبنشوفها يمكن أماكن كثير من الوطن العربي أكثر ما نشوفها بالخارج. تمام، هي تعتبر من الآلات الشرقية. لهيك أنا بدي أسألك باعتبار حضرتك ماستر بالعزف على آلة الناي، تعطينا شوي لمحة عن تراث هاي الآلة. هلا تراث هاي الآلة هو ما في، يعني بالتاريخ تاريخيا ما في حدا إلا بيحط إنه هاي الناي القصب إلا من تراثه الشخصي، لأنه هي بالنهاية آلة قصبية بسيطة، ما بتدخل الإنسان بصناعتها، فقط بعملية الثقوب. يعني فقط تسقيب الآلة، صنع الآلة هو اللي بيتدخل، ما فيها شيء مواد صناعية. وحضرتك تشرح وانت جايب معك كمان في مجموعة اي حسب. خلينا نشرح كاميرتك. هي كاميرتك هلا عندنا هي الناي القصب. تمام. هي الآلة البسيطة المصنوعة من القصب الطبيعي تماما، من القصب نفسه، قصب السكر اللي نحن بناكله غير قصب ولا السكر. لا قصب العادي. تمام. قصب الغاب بيسموه. مؤلف آلة الناي من 9 عقود، فيها 6 ثقوب أمامية وثقب خلفي، ما فيها ولا مادة كيميائية أو صناعية، كله طبيعي. هلأ نحن ممكن هون حاطين للحماية، لحماية الخزنة، لحماية الحلقة العقدة الأخيرة من آلة الناي، بسبب أنه نحن طبيعتها أنه إذا تعرضت لأي كسر الناي راح عدم الاستخدام. تمام، بدك ترجع تعمل وحده جديده. بدك ترجع تعمل وحده جديده اكيد. بهذا الموضوع قد ايه اليوم بحاجه لقوه بالنفس لتقدر تعطي صح من خلال هذا النشرك اليوم هيك تنقلنا روحانيا، كونه اليوم عم نقول هي آلة الروح. تمام. اسمع شيء من حضرتك قبل ما نكفي. يا. رح نبدا بشيء له علاقه بالتراث السوري، تراث المنطقة. نحن عندنا تراث السوري، تراث ال تفضل. Thank you.
اي اخر وحده جفله. يعطيك العافيه. العافيه. يعني بدي اسالك سؤال، هل ارتبط بانه الناي لحنه حزين لطبيعه هي الاله وطريقه اخراج الصوت منها باعتباره من النفخيات تختلف مثلا عن غير آلات؟ في البعض بيقول مثلا الوتريات بيكون شوي في بتعطيه دفقة أكثر، ممكن سعادة مثلا، الإيقاع غالبا تستخدم بالأمور اللي فيها فرح أكثر من ما تستخدم بلحن حزين، بينما النفخيات مثل الناي وغيرها من الآلات هي هذا الشيء طبيعتها هي اللي أدت لأنه التصقت فيها صفة الحزن. هلا التصقت فيها صفة الحزن لأن هي عبارة عن الآلة النفخية، لما الواحد بيعطي إحساسه بيعطي نفسه تمام لأي شيء بالحياة بيطلع هيك فيه الروحانية أكثر، فبيعبر الروحانية عن الحزن بهذا الموضوع. بما أنه آلة الناي هي آلة نفخية وهي الآلة طبيعية مثل ما حكينا من شوي، فأنت عم تنفخ فيها بطبيعتها تمام، يعني الإنسان ما فيه يتنفس صحيح تمام غير بالطبيعة، فهو عم يعطي هذا النفس للي عم يعيشه بحياته، عم يعطيه وعم يستخدمه بصياغة لحن موسيقي عم يسمع فيه الأشخاص الآخرين. هي ميزة من ميزات آلة الناي. كمان في ميزة من ميزة الناي، الناي مصنوعة من القصب مثل ما حكينا، والقصب ما بيعيش إلا مجموعات مع بعضه، فقطعة الناي لما نحن منشيلها من المجموعة صفة حزينة، يعني هيك أحد المقالات اللي قرأتها أنا يعني أكيد كله هذا الشيء له مرتبط يعني طبعا طبعا بالدراسات. طبعا طبعا أكيد بالدراسات اللي نحن عم ندرسها بهذا يعني حلو اليوم الموضوع. يطلق على آلة الروح عن جد، يعني وصفها طبعاً بشكل كتير دقيق أنه أنت عم تعطيها من حالتك النفسية، ونحن شعب قديش عندنا اليوم روحانيات وهيك قصص، يعني إحنا رح نرجع نسمع منك شيء، ولكن خلينا بس هيك نستفيد أكثر من وجودك ومن خبرتك اليوم بأنواع الناي. يعني اليوم شو هي أهم الأنواع؟ أنواع آلات الناي ولا الآلات المصنوعة من القصب؟ الناي هي نوع واحد فقط. الآلات الثانية هلا اللي موجودين معك، الآلات الثانية الموجودة يعني معي هو نحن بنصنع آلة الناي حسب طول القصبة الموجودة مشان استخدام الطبقات الموسيقية الموجودة للصوت البشري. هذا الهدف استخدام تمام طبقات. تمام خلينا طبقات. نشوف بعض هاي الأنواع. إيه أكيد. خليني أقول الأصناف من الناي نفسها. في عنا يا ترى بعدك محتفظ بأول آلة ناي دربت عليها أو اشتغلت عليها؟ يمكن ما هو أنت اللي صنعتها؟ لا هل هاي الناي أنا مو صنعتها لسه، ما كنت بيه في عندي خبرة لحتى أصنع هاي الآلة، يعني ما اكتشفت هاي الآلة. أكيد هاي الآلة اللي عزفت عليها من شوي إلى معي 18 سنة. 18 سنة آلة طمع قديمة يعني، ولكن طمع مو هي أول آلة استخدمتها؟ لا أول آلة استخدمتها لساعتها أكيد موجودة، بس ما أنا موجودة ضمن المجموعة فيها. يعني إيه؟ قدي بياخد وقت صناعتها؟ وقت تصنيع يعني قطعة الناي، الوقت قد ايه بياخذ معك؟ احيانا ممكن ياخذ يوم، احيانا ممكن ياخذ يومين، احيانا ممكن بساعة، هي الحالة النفسية تماما بهذا الموضوع. يعني بحس صناعة الآلات الموسيقية مثل الطبخ، اذا نحن بنسميه هو نفس. هيك انه اجدد وحدة الخضراء ايه، هي قيد الصناعة هاي لساتها هلا يمكن لسه اي قيد الصناعه هاي الخضراء لسه ما تسقبت، نحن بنجيبها خضراء هيك مبين اللون واضح في فرق بينها وبين هلا في هيك، هي اجدد منها بشوي وهي الاقدم. فينا بس نرفعها هيك مشان يبين الفرق على الكاميرتك لو سمحت؟ ايوه مشان يبين الفرق. هلا اذا بدنا نرتبهم هيك. طيب اليوم حسب الـ يعني تعلمك او شطارتك بالعزف انت عم تستخدم نوع الناي او الطبقات الموجوده ضمن هي القطع، يعني اليوم كيف عم تتطور انت مع تطور هي الطبقات ضمن الناي؟ يعني كل مرحله عم تستخدم نوع خاص فيك حسب المستوى الموسيقي للشخص؟ لا هو هذا طول الآلة او عدد القطع الموجوده هو مو للتطور، هو فقط للواحد انه يمشي مع الطبقه الموسيقيه اللي عم يغنى فيها او عم تأدى فيها المقطوعه الموسيقيه. اما التطور هو دائما تطور اي موسيقي او بالتمرين المستمر على الآلة، بالاستمرار بالعلاقه بهي الآلة، بهذا بالحفاظ على مستوى اللي وصل عليه. يعني اليوم المبتدئ نفس الشخص اللي مستوى افضل متوسط ممتاز هو عم يستخدم نفس الناي. نفس الناي نفس الناي, نفس الناي. ما في فرق يعني مثلا بنعرف مثلا بالكمان بيقولوا لك انه في تدريج يعني تماما، في بالكمان في قياسات موجوده هو صحيح. عباره عن حسب طول الشخص اللي عم يستخدم الآلة. هي ما بتاثر لانه هي لها علاقه بالنفس. هو اكيد الاطفال مثلا لما بدهم يتعلموا ما بيتعلموا على القطع الطويله، هلا مثلا نحن في عندنا ايه في عندنا قطع مثلا طولها كل ما كان اطول كل ما كان الجهد اخف اكثر ولا اخف؟ صح
الجهد اللي بيبذله بالنفس. تماما. هلا الجهد الاخف تمام نحن بنستخدمه لما بنستخدم الطبقات القرار، الطبقات الخفيفه ممكن يعني هيك اعطيكم لمحه مثلا ان نحن اذا بنستخدم هيك هذا النفس خفيف يعني في الواحد يمد فيه مده زمنيه اطول، بينما اذا بدي استخدم الطبقات الاعلى فبدي يحتاج لضغط هوائي اكثر من المعده تمام، فبالتالي انه المده الزمنيه بتصير اقصر بهي الفتره. طيب خلينا نسمع شيء. طيب رح سمعكم على الناي الاقصر الاساسي. الاساسي هي بيعتبروا انه نايه الري هي الناي الاساسيه، لانه نحن عندنا بالموسيقى الشرقيه اغلب المقامات الاساسيه هي على نايه الري، يعني موجوده طبيعيا على نايه الري بدون اللي بدون اي صناعه. يمكن بمنطقه الجزيره منتشره اكثر. بمنطقه الجزيره اكيد بمنطقه الجزيره، لانه هي الناي مرتبطه كمان مع البدو مع الرعاة اكثر من مع الراعي، دائما الناي كلمه ناي بتذكرنا بالراعي طبعا باعتبارها هي تماماً. فهنيك نهر الفرات وغيره، فبتلاقي يمكن بهديك المنطقه هي الناي هي الناي من منطقه الغاب من نهر العاصي من نهر العاصي. طيب خلينا من خلال القطعه اللي بايدك هيك روحانيا لاي منطقه انت حابب يوم تختارها. روحي شو بتعطيني تمام. شكرا لك، شكرا لهذا الحضور الجميل والعالم اللي هيك اخذنا عليه
سواني. يعني شكرا، بتمنى لك كل التوفيق ونشوف هذا المستقبل الجميل لحضرتك، ويبقى المسج اللي دائما عم تحاول توصله من خلال فنك وروحانيتك موجود دائما. شكرا لحضورك. كل الشكر لكم. شكرا لك مايسترو، شكرا لانك نقلتنا بلحظات بسيطه بين الحزن والفرح وبين التراث وبين اغاني عاشت معنا ضمن هي الاله النفخيه المميزه، اله الناي. شكرا لك. شكرا لكم، اهلا وسهلا فيكم. أما هلأ مشاهدينا رح نروح مو بعيد كتير عن الآلة التي صنعت فيها الناي أو المنطقة اللي هي كانت حما سهل الغاب، رح نروح لريف حما وأقيم سباق للخيول العربية الأصيلة بعنوان تراث الأصايل، أقامته الأمانة العامة لمحافظة حما بالتعاون مع مديرية السياحة والجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة. المزيد بتقرير مراسلنا محي الدين فهد. بهدف إعادة الألق لرياضة الآباء والأجداد وزيادة عدد المربين وممارسة اللعبة من مختلف الأعمار، أقيم سباق للخيول العربية الأصيلة بعنوان تراث الأصايل، أقامته الأمانة العامة لمحافظة حماة بالتعاون مع مديرية السياحة والجمعية السورية للخيول العربية الأصيلة. رعت وزارة السياحة فعالية تراث الأصايل التي هي عبارة عن سباق للخيل والفروسية إضافة إلى عروض فلكلورية وتراثية، الهدف منها أن نحيي هذه المنطقة الجميلة الريفية، وساهمت مؤسسات السياحة من أجل أن تكون نقطة انطلاقة لعودة الجروبات السياحية. أهمية سباق هذا السباق اللي هو يمثل رياضة الآباء والأجداد اللي هو الذي يتورثه الأبناء، كان هذه المنطقة منطقة السلامية المشهورة عبر التاريخ بتربيتها للخيول العربية الأصيلة أو كان على مستوى المحافظة أو القطر. هذا السباق كان مميز هذه السنة بالمشاركة القوية من مختلف المحافظات السورية وليس على مستوى محافظة حماة. هلا السباق هذا لأول مرة بيصير تحت رعاية وزارة السياحة، هاي الخطوة كتير كتير حلوة، يعني ما قد صارت، لأنه لحتى تبين أو تبعث رسالة أنه الرياضة ممكن تكون هي من أول أولويات اللي بتعطي صورة كتير واضحة وحلوة عن السياحة بسوريا. السباق كان كتير حلو، مشاركة قوية، والحمد لله كسبت المركز الأول على جواز 7 العاديات بكل جدارة وبكل قوة. حماس وإثارة تخلل الأشواط الثلاث التي أقيمت في مضمار ريعان العوجة في بلدة بر الشرقي بريف مدينة السلمية وسط تشجيع عشاق الجواد العربي الأصيل، بالإضافة إلى عرض فقرات تراثية من تراث المدينة. محي الدين فهد للأخبارية السورية، محافظة حماة. أما هلأ سلمى حنروح للمساحة القانونية، ودائما هيك بنحرص ضمن صباحاتنا أنه دائما يكون معنا حدا بالاختصاص القانوني كرمال التوعية وكرمال اليوم نعرف بالقوانين السورية بكافة مجالاتها وكافة أنواع اليوم الأحكام العامة. صحيح رشا، وغالبا بيكون عنا بعض الرسائل اللي بنتلقاها على صفحة صباحنا غير، وبيكون في مواضيع شائعة بيتم طلب أنه نحن نتحدث عنها، ومن هاي المواضيع كانت السرقة. نحن بنعرف اليوم السرقة ممكن يكون إلى أشكال متعددة، أنواع متعددة، وهي كجرم أكيد لها توصيف قانوني ضمن القانون السوري مختلف ومحدد عن ما ممكن الناس تسمعه بشكل عام. أكيد سلمى، وللأسف يمكن السنوات الأخيرة صرنا نسمع بحالات كتير للسرقة. اليوم الظروف المعيشية، ظروف الحرب الاقتصادية والاجتماعية والتربوية حتى اليوم أثرت بهذا الجيل، فصرنا نشوف أعمار كتير صغيرة تورطت. اليوم القانون صح اليوم راح للعقاب، ولكن هي كانت أيضا رسالة توعية. صحيح رشا، اليوم رح نحكي أكثر عن السرقة، كيف ينظر القانون السوري إلى جريمة السرقة من حيث التعريف والأركان والمواد الناظمة قانون السرقة مع الأستاذ المحامي محمد خالد القداح. صباح الخير أستاذ محمد. صباح الخير أستاذ، أهلا وسهلا بحضرتك. من الجملة اللي ختمت فيها سلمى خلينا نروح بسؤال لحضرتك وروح للتعريف القانوني للسرقة. طبعا هلا القانون عرف السرقة بالمادة 121 وهي أخذ مال غير المنقول دون رضا، يعني هو أخذ مال المنقول غير دون رضا، وبالأعام هي أخذ المال عنوة دون رضا المجني عليه، طبعا خارج عن إرادته، وهو سيطرة المجني عليه على المال المملوك للغير، كتعريف معبر عن السرقة.
طيب أستاذ محمد، هل يقصد بالسرقة فقط هي ما يختص بالشأن المالي، أم أن هناك يعني خلينا نقول أصناف أخرى من السرقة، سرقة السيارة مثلا، سرقة أمور خاصة أخرى، أحيانا أوراق رسمية، أحيانا أنواع مختلفة يعني تبقى طبعاً. هل يختص القانون فقط بتجريم السرقة المالية؟ طبعا هل السرقة تقع على المنقولات فقط تمام، ويضاف إليها العقارات بالتخصيص. العقارات بالتخصيص هي ما يوصح لخدمة عقار معين، مثلا جراج زراعي يوصح مثلا لخدمة عقار معين فيتم اعتباره من السرقة، والسرقة لا تقع إلا على المنقولات بشكل عام. يعني أي شيء يسهل سرقته أو استخدامه ووضعه في حيازة المجني عليه. طيب خلينا نروح اليوم لأركان السرقة بنظرة قانونية. اليوم شو هي أهم الأركان اللي وضع القانون السوري؟ تمام، هلا بالنسبة لأي جريمة نحن يوجد عندنا ركن المادي وركن المعنوي والعلاقة السببية بين الفعلين، بين ركن المادي والمعنوي. ركن المادي هو فعل الأخذ، يعني بمجرد لو حكيناها بالعامية شوي، بمجرد ما أنه الفاعل بلش بفعل الأخذ لما يملكه تمام، هنا نتضح بركن المادي. أما ركن المعنوي وهو نية التملك، يعني الجاني هو عم يقصد عم ياخذ هذا لنفترض المبلغ او اي شيء عم يحاول سرقته، بيكون عنده ركن معنوي اللي هو نيه التملك، والعلاقه السببيه بين فعل الاخذ والنيه اللي تشكلت وقتها بشكل مجمل جريمه السرقه. يعني بتوفر هدول الركنين طبعا. طيب هون هذا الشيء بخلينا نسال اكثر عن المواد الناظمه لجرائم السرقه، كيف يتم تنظيم هذا الجرم؟ تماما. هلا المواد الناظمه هي من الماده 122، من الماده 122 للماده 134. طبعا تحدثت العديد من هذه المواد على الظروف التجريديه لفعل السرقه، وعن الحالات الموجوده قانونا لتجريم فعل السرقه. ان كان الماده 122 تحدثت عن حالات التجديد، وهي يعاقب، لو تحدثنا عن الماده يعاقب بالاشغال الشاقه المؤبده او المؤقته من 15 سنه الى 20 سنه في حال استجمعت ظرف السرقة بخمس حالات، هي أن تكون ليلا بوجود شخصين أو أكثر لدار سكنة أو معمل حقاته بوجود تهديد وبكون أشخاص مقنعين. هي المادة تحدثت عن 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 أقوى ظروف التجديد بالنسبة لجريمة. صار من دون هاي نعم، صار عم نشوف جرائم في وضح النهار ومن دون تماما بطرق تماما إبداعية جديدة تماما صار عم نشوفها. معرفتك صحيحة تماما. والمادة 123 تحدثت عن السرقة بالطريق العام أو في السكك الحديدية مثلا. طبعا في حال اجتمعت ركنين من اللي حكيناهم الخمس ظروف التجديد، اذا اجتمعوا تنتين طبعا يتم العقاب من 15 سنه ل 20 سنه، وفي حال اجتماع حاله واحده فلا تقل عقوبه عن 7 سنوات، وفي حال واحيانا يعود تقديرها للمحكمه للعقوبه من 3 سنوات الى 10 سنوات. يعني المواد هي تحدثت بالتجديد والتخفيف وبكل الوسائل. استاذ محمد، انا سالتك بالبدايه انه هل قصد بالسرقة فقط هو الجزء المالي، لأنه في كتير ناس بتخلط من ببعض التوصيف بين النصب والاحتيال تمام وبين السرقة تمام. يعني غالبا يطلق على الأمور اللي بيكون فيها أمور ورقية أنه هي هذا نصب واحتيال وليس سرقة. فخلينا نوضح أيضا الفرق قانونيا بالتوصيف الجرمي للسرقة عن غيرها من الجرائم الأخرى تمام. هلأ الفرق بالنفترض في حال تحدثنا عن الاحتيال هو استعمال دسائس للشخص المحتال، لذا الشخص الجاني هو استعمال الدسائس بانه واتباع وسائل حيله على المجني عليه لاخذ لنفترض ما يملك، لنفترض برضا. يعني انت بتعرفي شخص لما يحتال على شخص ثاني فبتلاقيه هو عم يسلمه لنفترض الامور او عم يسلمه بعدين الاموال او كذا، بعدين بيكتشف انه تم احتياله. اما بالنسبه للسرقه هو عم يتخذ هذا الفعل من دون ما يدري المجني عليه، يعني هو عم يتبع اسلوب معين بالخفاء من دون ما يحس عليه لنفترض، في حال ليحط اي شيء بملكه بحوزته وبعدين بيكتشف انه تم السرقه. اما في حال نفترض ان كان نصب او احتيال، فقلت لك هو بوجود استعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبه يد شخص ثالث او باستغلال صفه معينه او باستغلال مكان معين هو بيشتغله، او بامكان تقديم خدمات انه انا بحصل اقدم هاي الخدمات، فمن هون كان نصب واحتيال طبعا معددين من الخمس حالات. طيب استاذ، خلينا نروح للحالات اللي تم التجديد عليها ضمن القانون السوري بموضوع السرقه. تمام، هلا الحالات اللي تم التجديد عليها الماده 122 مثل ما تحدثنا، قلت لك ممكن تكون العقوبه الاعتقال. شو بيكون هون السقف السرقه؟ يعني وقت بنروح
أقصر عقوبات يعني. الأقصى العقوبات فينا نتحدث عن حالة واحدة إذا ترافق فعل السرقة مع قتل. مع قتل طبعا هون العقوبة الإعدام. هي غالبا بتكون موجودة كثير بنشوف بعض أنواع السرقات كان تماماً. سرقة وصارت جريمة قتل. تماما هو ما فايت يسرق ما يقتل ما يقتل لا وشو قتل ولكن هو بيكون قتل ولا إما لتسهيل هروب الفاعلين أو لتسهيل الجريمة أو لتسهيل كذا فصار في فعل جرمي بالإضافة لفعل السرقة هنا الإعدام ومثل ما تحدث الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من 15 سنة إلى 20 سنة مثلا قلت لك في حال كان ليلا شخصين أو أكثر استخدام قناع دار للسكنة أو معبد ويكون حمل سلاح أو تهدم السلاح وفي حال ما صار قتل لنفترض في هذا الفعل الجرمي للسرقة وتم فقط بس الإضرار من حيث وتعرض الشخص المجني عليه نفترض لضرر أو عنف أو جروح أو كذا لا تقل العقوبة عن 5 سنوات بالإضافة للعقوبة الأصلية طبعا. نعم أستاذ محمد يعني خلال الفترة الأخيرة مثل ما في كتير جرائم تأثرت بوسائل التكنولوجيا السرقة أيضا دخل ضمن بعض وسائل التكنولوجيا هل عني القانون بخليني أقول مجارات هذا التطور يعني البعض مثلا ممكن يستخدم رقم ويبعث لك رسائل عن طريق الاحتيال بعث لي المبلغ المالي أو تم تحويل رصيد بالغلط تبعت أنت مبلغ مالي فبتم سرقة رصيد هي سرقة تعتبر وهي سرقة مالية لأنه أنت بنهاية دافع حق الرصيد مصاري فكيف يتم توصيف بعض هاي الحالات اللي دخلت فيها التكنولوجيا أم إلى قانون خاص فيها هلأ بالنسبة لهذا الموضوع نحن طرقنا الموضوع الاحتيال عبر الشبكات يعني إن نفترض مثلا كبيع مثلا عبر السوشيال ميديا لنفترض أنت وصيتي على غرض فأنت حولتي مصاري من بعد بوصل المصاري الشخص اللي بعتي له المصاري سكر رقمه وقفله ما بأرد فنحن فتنا على الاحتيال ضمن الاحتيال ضمن الشبكات طبعا بالنسبة لهذا الموضوع القانون تعمل معه بأنه بيتم تقديم شكوى نظامية للنيابة العامة بصاحب هذا الرقم في حال أنت كنت عم تتواصل مع الصفحة عبر الفيس لنفترض أو عن طريق الواتساب بتسوي الرابط بتروح لجرائم معلوماتية بتروح لجرائم المعلوماتية وصار باختصاص شبكاتهم بهذا الموضوع فبيتم تنظيم ضبط بيتم ملاحقة صاحب الصفحة أو صاحب الرقم نعم. لا يعتبر سرقة يعتبر احتيال عبر الشبكات طيب يعني احنا كعاميين بنقول سرقه كثير بيتم في اختلاط يعني بين هذا الموضوع خلينا نستفيد اكثر بالدقائق الاخيره اليوم اي حدا مننا معرض للسرقه يعني ودائما ثقافه الشكوى كثير مهمه بحياتنا خلينا نروح في حال اي حدا تعرض اليوم لهي الحاله شو هو الاجراء القانوني المفروض يتبعه الشخص هلا في حال او يعني في حال الشخص مثلا تعرض لجريمه السرقه فمباشره يتوجه للنيابه العامه من دون تلكؤ في هذا الموضوع طبعا بيكون من مصلحته كل ما استعجل بهذا الموضوع بيروح للنيابة العامة مثلا بالمنطقة اللي هو موجود فيها بيقدم معروض معين بالحادثة اللي حصلت معه كاملة بيتم توجيهه لأقرب قسم شرطة لنفترض أو لفرع الأمن الجنائي وبيتم التحقيق من خلال الحيثيات الموضوع من خلال التحقيقات الجارية فمن هذا الموضوع طبعا أنا من نوع بشدد على نوع أنه تعزيز ثقافة الشكوى بهي المواضيع أو حتى بالنسبة للاحتيال عبر الشبكات يعني في ناس بتقول لك أنه مثلا يلا خلص عديناها بس ممكن هذا ضرك ممكن ضر غيرك يعني. بطريق أكثر مثلا أو ممكن أنا ما يطلع معي شيء إذا أنا قدمت الشكوى وهذا الشيء خاطئ جدا نحن كثير عم نشوف نتائج على أرض الواقع حتى لو تأخر وقت بالنسبة يعني. للتحصيل النتيجة فلهيك نحن يعني دائما بنقول شخص يتوجه لأقرب قسم شرطة هو بيتم توجيهه وبيتم مثلا سؤاله عن مين ممكن يتقصد السرقة مين ممكن مراقب بيته لنفترض وبالنسبة لتحدثنا عبر وسائل الإلكتروني مثلا نفس الوقت كمان بيتم جلب صاحب الرقم إن كان في حال صفحة واتساب أو في حال فيس يعني وبتم تقديم مأخوذ عليه للعدالة أكيد وبنتمنى نكون جاوبنا اليوم مع حضرتك عن كل الأسئلة والاستفسارات اللي بتخص جريمة السرقة في القانون السوري والإجراءات المتخذة الأستاذ المحامي محمد خالد القداح شكرا لوجودك معنا صباحكم. شكرا لك أستاذ ولكل المعلومات القانونية اللي ذكرتها ودائما بنقول هيك شوية توعية ممكن نحن تخلينا نتجنب مشاكل كتير قانونية بحياتنا شكرا لحضرتك صباحك سلم أكيد نحن مكملين بصباحنا لليوم ولكن خلينا نروح ضمن تقرير للذقية وحنشوف ضمن التقرير ورشة عمل تدريبية في الجمعية العلمية السورية للمعلومات حنكون بتفاصيل أكثر مع زميلنا مازن محمد أصحاب الأفكار المميزة والمشاريع الرائدة على مسار الجذب والاهتمام ضمن ورشة عمل تدريبية لحاضنة تقانة المعلومات والاتصالات في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية في اللاذقية
الفئة المستهدفة بالورشة هي أصحاب الأفكار الريادية والشباب المستقدم للاحتضان بمشاريع ريادية. حاولنا نقدم بهيدا الأسبوع برامج متكاملة: ريادة الأعمال، أنظمة ذكية، مدراء بنوك، جدوى الاقتصادية، بالإضافة للتسويق، للتسويق الإلكتروني. حاولنا مفاهيم ريادة الأعمال النمذجة، القانون، إجراءات القانونية للمشاريع، خطة عمل المشروع الريادي. هذه الأمور كتير بتهم رائد الأعمال، بدها تكون مخرجات عنا رائد أعمال ناجح متقدم للاحتضان بحاضنة تقنية المعلومات، ويتخرج بشركة ناشئة إلى منتجات تقنية قابلة للتطبيق بالسوق المحلي. كتير مهم الخطوة اللي عم تكون فيها الجمعية لدعم الشباب. هلا نحن عنا جيل واعد من الشباب، جيل منفتح، جيل الانترنت، عنده مهارات جيدة، بس بدها مساعدة وتوجيه من قبل الاستشاريين الموجودين، بدها صقل. حبيت بوجودي هون مع الجمعية السورية المعلوماتية بالحاضنة انشر التجربة قدام الأشخاص الموجودين لحتى تكون فرصة لهم لحتى يبلشوا بمشروعنا الريادي. الورشة تحت عنوان ستارت، في سعي لاستثمار مخرجات البحث العلمي التنموي لتلبية حاجات المجتمع. جيت على الورشة لحتى ممكن يكون إلي بس هيك إنه كأفكار مشان مشروع، يعني إذا حبيت مثلا قدم مشروع. طبعا كتير استفدت من المحاضرات اللي أخذناها من هالمسبت لحد الآن، يعني كله، يعني حضرت كل شيء تقريبا، كله في فائدة أصلا يعني، وأفكار يعني بتدعمك كتير يعني، واهتمام يعني واضح من الدكاترة والأساتذة. نحن كأصحاب مشاريع ريادية أنه مثلا كيف نحن بنقدر ننزل مشروعنا على السوق، مثلا كيف بدنا نسعر، طريقة تسعير المنتج، طريقة طرحه بالسوق المحلية، كيف يكون منافس للأسواق العالمية. مشروعي هو نظام منظم ضربات قلب مزود مولدات نعنوية كهربائية احتكاكية، بيعتمد ببساطة على أنه نحن بدلا نقوم بعمليات التوغل الجراحي لاستبدال مصدر الطاقة اللي هي حيشغل المنظمة، فنحن نستطيع عدم توغل جراحي عن طريق هاي المواد النانوية. هو دمج علوم النانو تكنولوجي مع الهندسة الطبية كان ثورة تقنية كبيرة كتير بعالم الهندسة الطبية. هيك حدث له أهمية كتير كبيرة صراحة برسم الخطوط العريضة لأي شخص حابب يبلش بأي مشروع ريادي حديث، حقيقة تثبيت أقدام يعني عن طريق الدعم لاحقا حتى بعد الورشة، عن طريق الحاضنة تقنية المعلومات والاتصالات. أفكار متجددة ودعم لجيل الشباب المبدع مع تقديم التسهيلات لتطبيق المشاريع المميزة على أرض الواقع. أما هلا أرشا رح نروح لختام محطتنا لليوم، وخصوصا مع فقرة هيك عم نحكي فيها ندردش مع الأخصائية عن عالم الطفولة والتعليم والحضانة وغيرها كتير من التفاصيل. أكيد، ولفت نظري سلمى أنه أنت وضيفنا لليوم أنه حتى التعليم المبكر بعمر الأشهر اليوم الطفل عم يقدر يكتسب منه خبرات من الكوتش اللي عم يكون موجود عنده، فكيف بالمرحلة ما قبل التعليم الأساسي؟ صحيح، اليوم رح نتعرف أكثر مع عالم الطفولة، رح نحكي عن أهمية مرحلة الحضانة، مرحلة التعليم المبكر، تأثيرها على شخصية الطفل، كل هاي المعلومات وغيرها رح نتفصل فيها مع ضيفتنا بالاستوديو الاختصاصية التربوية نشيدة بوزو. يسعد صباحك وأهلا وسهلا. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. خلينا نروح للأهمية والفائدة المكتسبة من مرحلة التعليم المبكر والحضانة قبل التعليم الأساسي. هلأ مرحلة التعليم المبكر هي مرحلة كتير مهمة وما لها علاقة نهائيا بمرحلة التعليم الأساسي. بيكون دماغ الطفل هو بيئة خصبة لحتى يطور مهاراته ويكتسب أكبر قدر ممكن من المعلومات. بتنقسم لمرحلتين: تعليم مباشر وتعليم غير مباشر. فينا نحن نعطي الطفل معلومات غير مباشرة عن طريق حياتنا اليومية، مثلا ماشيين بالطريق فيني أقول له هاي سيارة، لون السيارة أحمر، السيارة بتودينا من مكان لمكان. هاي الطريقة اسمها تعليم غير مباشر. بالإضافة لما بيفوت بجو الحضانة يلي هي بتوفر له بيئة صحية بيكون فيها تعليم مباشر. يعني نحن لما منحط الطفل مدة ربع ساعة أو ثلث ساعة ومنصير نعطيه المعلومات بطريقة أنه مثلا ورجيه تفاحة، أنه هي تفاحة،
لونها أحمر يلمسها ممكن يعضها. هي طريقة التعليم المباشر للطفل. طيب أستاذة نشيدة، يعني فينا نقول مع حضرتك هلأ أنه عنا مراحل مختلفة لبداية التعليم المبكر قبل التعليم الأساسي بالبيت مع الأم من منذ بداية ولادة الطفل. حضرتك قلتي 6 شهور ممكن يبدأ يروح للحضانة، مرحلة الحضانة قبل ما يدخل الصف الأول مثل ما بيقولوا، يعني 4 مراحل عنا. تمام. هلأ بالبيت من وقت ما بيخلق الطفل، من بداية ما يخلق، لازم الأم دائما تحكي معه وتعتبره أنه هو شخص جاهز لتلقي المعلومات. ما تقول أنه أنا ابني ما بيفهم لسه صغير، لا، لازم نضل دائما نحاور الطفل وكأنه هو شخص كبير قدامنا، نحترم تمام، نحترم أنه هو عنده دماغ قادرة تتعلم 24 ساعة لتكتسب اللغات والمهارات. طيب خلينا نروح للمناهج اليوم المتبعة، واللي اليوم مفروض يعني يكون في كتير حذر بتأسيسها. اليوم السهل الممتنع، اليوم نحن عم نتعامل مع هذا الطفل، والشيء اللي انت حتقدميه حيروح معه للسنوات القادمة. هلأ بمرحلة التعليم المبكر نحن منكون عم نبني شخصية ونطور مهارات. ما في منهج معين، ما في منهج معين فيني عرفه عش، يعني فيني طور عنده اللغة. أهم شيء مفروض يكون متواجد. طيب المحيط اللي حواليه لازم يتعرف عليه، يفهم العالم. لما بلحق ابني أنا بحضانة بيكون فيها أنشطة بتتركز على المعلومات يلي عم ياخدها، بنفس الوقت بتكون عم تطور له مهاراته سواء السمعية أو البصرية أو اللمسية. طيب خلينا نحكي عن تأثير الوسائل، مثل ما قلتي الوسائل التعليمية اللي ممكن تكون موجودة ببيئة الطفل بهي السنوات الأولى، وأهم هي الوسائل التعليمية. هلأ أهم الوسائل التعليمية هي الوسائل اللي بتعتمد وبتركز على تطوير مهارات الطفل. يعني مثلا فيني مثلا جيب له خيط سميك وخليه مثلا يحط بقلبه خرز. هون بهي مثلا، هذا مثال كتير بسيط للرياضيات مثلا. لا لا، مو للرياضيات، هون بيكون في تآزر بصري انه هو كيف بده يركز يفوت الخرزة بقلب الخيط. هدول الشغلات فيهم بيطوروا مهارات الطفل. ممكن بسماع الموسيقى، ممكن لما بيسمع مفردات كتير بتتخزن عنده بدماغه، لأنه هو بيكون دماغه مثل الاسفنجة، بيصير في تراكم معرفي حتى لو ما حكى. هلأ بيكون عم بيخزن هو ولحاله، مع الوقت بيصير بيحكي وبيطلع كل الكلمات يلي خزنها. طيب نفسياً والشيء اللي صح اليوم، نحن بنشوف امهات بسبب الوظيفه وضغط الحياه بتروح لوضع ابنها بعمر 6 شهور مثل ما ذكرنا، وفي ناس لا بيروحوا للعمر النظامي. ولكن اليوم هل انت مع انه يدخل الطفل بعمر 2 و3 وفورا يروح للتعليم، او اليوم نبلش سنوات الطفوله معه فقط انشطه؟ هلا انا مع انه الطفل يلتحق بحضانه، طبعا حسب الحضانه وحسب الشيء اللي بده يتقدم للطفل. نحن بهي المرحله ما بنحط الطفل قدام ورقه وقلم وبنعطيه معلومات يتلقاها تلقي، لا، نحن بنعطيه معلومات وبنعلمه اياها عن طريق اللعب، بالاضافه انه بنكون عم ننمي له شخصيته، ثقته بنفسه، عم نعلمه رعايه الذات. طبعا هذا كله بيرجع مثل ما قلت لك لانتقاء الام للحضانه اللي بدها تحط فيها ابنها، البيئه اللي بده يقعد فيها، الاشخاص اللي بدهم يتعاملوا مع الولد، المربيه او المعلمه، هذا كله له تاثير كثير كبير. ولازم ينحط الطفل بهذا العمر ويخضع للتعليم المبكر لحتى يتاسس للتعليم الاساسي. ودائما بيكون في فرق كثير كبير اذا بدنا نقارن بين الطفل يلي هو محضر وملتحق بحضانه ومشتغل عليه بالتعليم المبكر، وبين الطفل يلي ما قعد وفات دغري على التعليم الاساسي. نعم، يعني معلومات جدا مهمه مع حضرتك اليوم، بدنا نتشكرك عليها. شكرا. ونتمنى كل الامهات يكونوا استفادوا من اساليب التربيه والتعليم في الحضانه المبكره. شكرا لك. اهلا وسهلا. شكرا لك، وهيك ان شاء الله تكون سنه خفيفه على جميع الامهات. ودائما مثل ما قلنا التاسيس هو الاهم بحياه الطفل وبشخصيته اكيد.
شكرا لك. اهلا وسهلا فيكم. اما نحن سلمى وصلنا لنهايه صباحنا لليوم، ان شاء الله يا رب كانت فقراتنا على ذوقكم وقدرنا من خلال هذا النهار نقدم الاشياء اللي بتفيدكم بحياتكم اليوميه. بقيت نهار حلو لكم مع الاشخاص اللي بنحبهم بحياتنا، مع الاشخاص اللي دائما هنون سند لنا ودائما بيعطونا امل انه نحن بكره حنكون افضل. وبدي ارجع لك يا سلمى، ينعاد عليكي بكل خير. ينعاد عليكي بكل خير رشا، واكيد بدي اشكرك اشكر كل اللي تابعونا اليوم بحلقه من صباحنا. غير مثل العادة بكرة بيكون عنا حلقة خاصة بأهم المحطات اللي مرقت خلال الأسبوع، وأيضا لا تنسوا تراسلونا لأي مواضيع بتحبوا تكون ضمن صباحاتنا، وكل يوم هو فرصة لنكتشف شيء ممكن يسعدنا ولو كان بتفصيل صغير كتير. مو شرط تكون السعادة بالأمور الكبيرة، ممكن نلاقيها بأمور بسيطة. يا رب صباح السعادة والهنا لكم، ضلوا بألف خير، باي باي.